أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجوز شهادة الوالد لولده في النكاح وما حكمه؟ هل تجوز شهادة الوالد لولده في النكاح؟ لا، ما تجوز شهادة الوالد لولده في النكاح ولا العكس، لأنه يعني متهم في هذا. نعم. وكذلك يقول وما حكم العقد لو كان أحد الشاهدين؟ وما حكمه؟ وما حكم العقد؟ العقل؟ العقد. العقد، نعم. وما حكم العقد لو كان أحد الشاهدين والد الزوج والشاهد الآخر أخو الزوجة؟ ما يصح العقد، لأن وجود الشاهدين كعدمه، ما صار فيه شهود. نعم.